بهاي الليلة رفيف رح تمرق بظروف صعبة، لأنه متأكدة إنه في حدا من عائلتها عم يغلط وما أنا عارفانة شو تعمل، لأنه المشكلة كبيرة. الست نوال عم تتقرب من عائلتها ورفيف عم تشك إنه جوزها عم يخونها، بس طبعاً رفيف كانت كتير غلطانة. طلعت غلطان وشفت باب البراد وكان مسكر. أنت واحد كذاب. نعم؟ اسمعني منيح عمر، أنا فهمانة عليك شو عم تعمل. ليك أنا وياك رح تنتهي قريب علاقتنا، بس مع هيك أنت لازم تحترمني. رفيف شو عم بتقولي؟ لحقتك لما طلعت من البيت وصرت بعرف كل شي. يا الله دخيلك. شو القصة؟ فهمني شو عم بيصير معك ولا تكذب. حياتي أنت الحق معك، يعني أنا والله من أول القصة ما كان لازم خبي عنك شي أبدا، يعني كان لازم أحكي لك اللي صار، وحتى كان لازم خليك تشاركيني بهذا الموضوع. شو؟ لك لا شلون بتقلي انه شارك بهيك شغله؟ مو معقول، انت فهمان شو عم تحكي؟ انا اصلا كنت عارفان انه رح تكون ردة فعلك قويه. هلا اللي ليكون عم بيصير اللي عم فكر فيه. يعني هلا انا بصراحه ضايقت اول شيء، بس شو بدي اعمل؟ ما طلع بايدي امنع هالشيء، وانت بتعرفي طبعي. لا مستحيل مستحيل اتحملك. لا اكيد صاير لك شيء عمر. ليش استغربتي كل هالقد رفيف؟ يعني ما أنا أول مرة ولا أنا آخر مرة. عمر والله إذا ما بتحكي مثل العالم رح أخنق. أنا ما دخلني بالموضوع كله، روحي شوفي ابنك شو مساوي. لك شو دخله ابني؟ ليس؟ ليش أنت مين مفكرة؟ لك ليس شو دخله بالموضوع؟ فهمني. لك أنا أصلاً رجعت على محل البيتزا مشان شوف إذا ليس جوا، وطلع قاعد مع بنت، بقى شو دخلني أنا بالموضوع؟ قلت لي ليس؟ ايه. رفيف؟ سوء التفاهم والشي اللي كانت عم تفكر فيه رفيف كله اختفى، وصارت القصة كتير واضحة. مساء الخير أمي. هاي نوال وحدة قد أمك ولازم تتركها. شو؟ مين هاي نوال؟ بس قصة ليس كمان مانا صغيرة أبداً وبتدحل. الغلط ما بيميز بين كبير وصغير وبين واعي ومراهق، ولما نفكر باللي عم نعمله منهرب ومنلاقي ميت تبرير، حتى لو كان هذا الشي بيضرنا، بس لما نكون مبسوطين رح نضل متمسكين بالشي اللي عم نعمله. هلأ بدك تتصل بالمرة وتفهمها أنه ما بقى تقدر تشوفها منوب. هاي إلى اسم أمي واسمها نوال. نوال بعرف، ونجلة أختك بتكون رفيقة بنتها للمدام، ونجلة إذا عرفت بهي العلاقة شو رح تقول عن أخوها وبشو بدها تفكر؟ ممكن تفهمني؟ يا أمي نجلة مو لازم تعرف بهي العلاقة بنوب. لك شو عم تخبص بالحكي أنت؟ هاي المرة أكيد مجنونة. لا مو مجنونة، وأنا كتير بحب نوال. خلاص أنت زودتها وهالموضوع ما بقى بدي اسمعه منك منوب. اتصل فيها فورا مثل ما بدك، أنا بورجيك. الله يخليكي أمي، بركي يرد عليكي جوزة. لك هلأ صرت خايف من جوزة؟ ما لحظة أمي، جوزة مجنون وكتير عصبي كمان، لك يمكن يقتلها لنوال فورا. برافو هيك تمام، هلأ بلشت تشغل عقلك، ولازم تعرف إنه مو بس أنت اللي خربت حياتك، وهي كمان بأي لحظة بيكشفوها. طيب خلص رح أتصل فيها، اتفقنا؟ ورح أنهي كل شي بيناتنا وعد، بس أنتو بتكون توعدوني إنه ما تقولوا لها ماشي ولا حدا يعرف، لأنه قلت لكم جوزة واحد مجنون وأكيد بيقتلها إذا عارف بالقصة. أنا ما بقدر أوعدك بأي شيء ابني. إذا هيك أنا رح أترك البيت وما عاد تشوفوا وشي أبدا. ما شاء الله عليك. يلا لشوف اترك البيت إذا بتقدر، ورجيني. بالله عن جد مفكرة ما بقدر أترك البيت؟ بخاف منك وبحياتي ما بساويها، والله بعملها. برافو حلو كتير. استني رفيف، ماشي خلص، نوال ما راح تحس بشي ابدا منيح، وجوزها كمان ما راح يعرف بالقصة، اتفقنا؟ اسمع مني شو بدي اقول لك، هي قصتك الوسخة بدك تخلص منها بسرعة، ولا تفكرني عم بمزح، لأنه إذا ضليت فيها وقتها أنا اللي راح أقلعك من البيت. احنا حابين نعمل رحلة ترفيهية للأولاد مثل العادة، والمدام نوال اتطوعت بهالرحلة مشان ساعدنا بالأولاد، بس نحن بصراحة بدنا حدا تاني يوقف معنا، مين بيقدر يجي؟ هاي الرحلة انتو عملتوها منشان ولادنا يتسلوا، بس مو معقول انه نترك ولادنا يطلعوا لحالهم. انا بعرف انه الامهات عندهم شغل ومو فاضيين، بس بنفس الوقت منشان ولادنا لازم نفضي حالنا ونهتم فيهم شوي. حضرتك ما بتقدري تجي؟
شو مدام نسرين؟ شو أخبارك رفيف؟ منيحة. كأنه الاجتماع طول كتير مو هيك؟ ما بعرف الولاد شو أخبارهم؟ صار لي زمان ما شفتهم، كبروا كتير ما هيك؟ يمكن هاي السنة رح يفوتوا على الجامعة ولا غلطانة؟ رفيف شو بكي؟ اسمعيني منيح نوال، بكفي كل شي عم تعمليه أنا بعرفه، بكفي. ماشي ماشي رفيف، بس بدي اياكي تعرفي إنه أنا كتير بحب ليس. طلعي فيني ليس قد ولادك، وأنا مستعدة أعمل أي شي كرمال مصلحته، وصدقيني إذا ما حليتي عنه للولد رح خليكي تندمي على كل شي عم تعملي. عم تفهمي؟ مبارح صارت معي شغلة لازم تعرفها، بس ما قدرت أحكي لك لأنه الولاد كانوا قاعدين. أنا لما كنت قاعدة بالاجتماع تبع أولياء الأمور فجأة قامت نوال وصارت تحكي معنا بطريقة مو حلوة هيك بثقة زايدة، وصارت تعلمنا كيف نحن لازم نربي ولادنا. يعني قالت لنا إذا بتضلوا هيك وبتتركوا ولادكم لحالهم وما بتديروا بالكم عليهم فرح يجيكم وجع راس كتير، بتصدق؟ مع إنها هي بلد رباية ما هيك. رفيف لا تقولي لي إنك خانقتيها. رفيف حكي لي شو اللي صار. عمر أنا حاولت أني أتماسك وضل هادية، حتى أني قبل ما أروح صرت أدرب حالي على هالشي، ومشان ضل متماسكة قلت يا رفيف اهدي، وفعلا أنا هديت وقمت لبست ثيابي وطلعت من البيت. بس أنا لما وصلت لهنيك وبلشت هي تحكي توترت ورحت على الحمام، لحقتني فورا وصارت بدها تحكي معي. يعني بالعقل اسمع والله مو معقول تلحقني وأنا معصبة، لا وفوقها جاية تعطيني نصايح وقاعدة تتقلي انتم صاروا شباب خلي عينك عليهم. وقتها قلت لحالي هي شو دخلها، وبصراحة وقتها أنا طلع خليقي قمت مسكتها وقلت لها حكي ما كان لازم أقوله. هذا اللي صار غلط حبيبتي، ما كان لازم تعملي هيك. لحظة ليس حبيبي، انت اليوم لازم تنهي الموضوع بينك وبين نوال، يعني مشان ما اطول القصة اكثر. خلاص اليوم رح احكي مع بابا. طيب ماشي، انا بس كنت عم ذكرك بالموضوع. ماشي عمر، معقول هلا بس يحكي مع نوال تقول له شو صار اليوم؟ يعني اذا هي قالت له انه امك بهدلتني خايفة يترك البيت ويروح. ما عم صدق اللي سويتي، لانه حكينا كتير وبالاخر رحتي وبهدلتيها. يا الله على هالعملة، شو بدي ساوي هلا؟ لمشاهدة المزيد من الحلقات يمكنكم الاشتراك في قناتنا وتفعيل الإشعارات لتكونوا أول من يشاهدها.